في تدوينة ختامية. السلام عليكم. تواصل معي بعض من مشايخنا الكرام ونصحوني بعدم الخوض فيما لا يفيد، وأنا أقول لهم سمعاً وطاعة، انتهى الأمر، مشايخنا فوق راسي. انتهى الأمر، شو بدأ بها هي؟ متى سينتهي هذا الأمر؟ التحق بنا مالك، أهلا بك. شكون تفضل سمير، السؤال موجه لكم الكل. أي؟ اللي صاير اليوم. أي؟ اللي فات شكون؟ شكون عنده الحق؟ شكون ما عندوش الحق؟ ساعة قبل كل شيء بالنسبة لي أنا الموضوع الكل نسميه زوبعة في فنجان، وأنا واحد من الناس اللي عمري ما استعملته الفيسبوك ولا نعرفه من يدخل ولا من يخرج. خير. ورتحني ربي. شنو باش احنا توا فدنا الناس اللي يتفرجوا فينا بهالزوبعة هذه اللي حكيت عليها؟ بحتى شيء. انسان عمل تدوينه جاوبوه برشا من الناس، في الاخر قال شيخنا حكموا فيا، قالوا لي فوق راسي ولا شنو تاعك ولا في الاخر بكل في اكثر من تدوينه. دقيقه الفيديو من بعد خليني نكمل. لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا شنو الاستفاده بسرت اثنين نجبت في موضوع عنده 20 30 سنه، شنو هو الغايه منه؟ ما نعرفوش نحن كلها كيفاش تصير. قبيله برهان احكي لك على المترو، ما يعرفوش كيفاش يعملوه. لا استباقا ربما القائمه، معناها يقول لك فما ناس باش تظلم في القائمه هذه الجديده. حاول يذكر، قال مولا الكوره بتاع تو يفسد وادي الجري، ومولا الكوره بتاع ما فما ما فما حتى قائمه بتاع منتخب التونسي في المشاركات نتاعو الكل اي كومبري هذا، ما فيهاش ظلم مما لا شك ولا اختلاف فيه. فيها تدخلات ولا فيها تدخلات حسب رايك؟ عجب كيفاش فيها تدخلات بطبيعه الحال، وشيء عشناه ونعرفوه، شيء عشناه ونعرفوه، مش سليم شبو بركه وغيره كثير. وانا كان جيت صاحب شكون مثلا خلينا انا كان جيت صاحب قرار في التسعينيات وفي الوضعيه بتاع سليم شبوب، ومع ان الفريق نعمل اكثر منه ونضرب بالبونيا ونعيط ونعيط للملاعبيه ونجيب التترويات نجيب كل شيء، نعمل اكثر منه. هو في وضعيه نتاعو في السنوات هذيك 10 12 سنه خدم الجمعيه نتاعو بالبوفوار اللي موجود عنده. تونس كل تعرف الشيء هذا. وقلت لك هاني قلت لك انا بوفوار وملاعبيه بوفوار وملاعبيه. اجي اقول لك حاجه معاك البنك نذكروا اش هزوا ناس من الجمعيات الاخرين الكل للترجي، وباش ما تهزهم جمعيات اخرى زاد. خلينا نحطوا الامور احسن ملاعبيه في تونس تاخذهم الاسبيرانس هكا ولا بنك وملاعبيه باش تاخذهم بالامكانيات نتاعها الماليه وبتاثير الرئيس نتاعها، حاجه طبيعيه راهو ما فيهاش عيب. مش انا نحب جمعيتي اقوى وحده، ناخذ افضل ملاعبيه واحسن مدربين ونوفر لهم الدنيا الكل. عنده نفوذ، عنده نفوذ. شنو تفسر يعني؟ ماهوش عيب. شنو تفسيره يعني انت كي تقول انا عندي احسن لاعبين والرئيس نتاع الجمعيه نتاعي ينتدب في افضل اللاعبين؟